Careful. على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات 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 حكايات. على حسب وداد قلبي يا ابويا موال موال الصبر اهو غاب من يوم الحب ما غاب موال موال الصبر اهو داب من يوم الحب ما غاب. ولا عمري عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ما تقرب لينا احباب وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع لي في يوم وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع لي في يوم. هلا حبيت اقول شغله بالمختصر انه كان في بنت انا وياها كثير اصحاب كثير 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 في الجامعه دائما نروح مع بعض ونيجي مع بعض الجامعه يعني وصلت درجه الصحبه بيننا انه دقيقه ما حكت معي انه اقول شو فيه وهي يعني كثير 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 لدرجه ما حدا بتخيلها وهي اكبر مني. فبدي اقول شغله انه مش الحب كل شيء بالحياه لا برضه حتى الصداقه لانه كانت كثير تحاول تقرب مني تقرب 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 بس كعمر انه هي اكبر مني انه خلص شفتها ما بتزبط بس كحب من قلبي من جوا كثير 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 بعزها بشكل لهلا. وبعديها راحت خطبت وانه حياتها يعني وحبيت اغني لها هاي الاغنيه انه بدي اقول انه قديت اثرت بعد ما انه خطبت خلص هلا ما لي حق ارن عليها اصلا ما هي حياتها. فبحبيت اقول انه شو صار يعني باغنيه كتبتها لحالها. لو تشوف حالي من بعدك حالي مش حالي 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 حالي عدمني الحال مشتاق ومالي حال دايم يدوق الوال يدوق الألم بعدك صرت رحال كل يوم حالي بحال كل يوم أقول اليوم روحي تدوق النوم. Okay, I see.